في لحظة مشحونة بالمشاعر تسقطت دموع الخشوع على وجنتي طالبة رحيل وهي تختتم حفظ كتاب الله عز وجل. جاء ذلك بعد مشاركتها في مخيم تحفيظ القرآن المكثف. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إنها مسيرة عمر، مسيرة من اللي كنت صغيرة من بريمير. الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. المخيم دام 12 يوما مغلقا، جمع 73 طالبة من 6 ولايات، نظم من قبل جمعية الإرشاد والإصلاح لمدينة البرواقية وتحت إشراف أساتذة كرسوا جهودهم لتوجيه الطالبات ودعمهم في رحلتهن لحفظ القرآن. مخيم إمداد في طبعته الأولى كان عبارة عن فكرة آمن بها 3 من الناس. الحمد لله كتب الله أن تتيسر الفكرة، في ظرف شهر تم التحضير للمخيم. المشاركات عبرن عن تأثير هذه التجربة عليهن، مؤكدات أن المخيم كان بمثابة رحلة روحية ساعدتهن على تعزيز علاقتهن بكتاب الله. الصعب اللي كان هو تثبيت الحفظ في الفترة المسائية، يعني كنت أتلقى صعوبة جدا فيه ومخاوف ألا أصل إلى مبتغاي في هذه المدة القصيرة، والحمد لله الذي تمت. المخيمات القرآنية لها أجواء خاصة في الحقيقة، أجواء بين صحبة القرآن، فتيات يتلون كتاب الله ويتدارسونه في الصباح، نستيقظ لنصلي الفجر معا. العزيمة والإيمان يمكن أن يثمر نتائجا عظيمة، ليكون حفظ القرآن إنجاز شاهد على الجهود المبذولة من أجل رفعة الدين وتقوية أواصر الإيمان في نفوس الأجيال الصاعدة.